مرحبا بكم، كل عام وانتم بألف خير. اليوم حنعمل معمول الشوفان، سهل وبسيط جدا. يلا الوصف. طحن 1 كوب من الشوفان 100 جرام، او ممكن شراء دقيق الشوفان الجاهز. عجوة التمر اقل بقليل من نصف كوب يعني 100 جرام. ماء ربع كوب تقريبا 50 جرام. ملعقة كبيرة زبدة 50 جرام. الماء والزبدة مع بعض أقل بقليل من نصف كوب يعني 100 جرام الاثنين مع بعض. نوضع على نار خفيفة الماء والزبدة وعجوة التمر حتى تمتزج مع بعض مكونات، حوالي تقريبا 3 دقائق بتاخد. ممكن احنا نضاعف الكمية. نوضع دقيق الشوفان ونرفع الوعاء من النار. تقليب المكونات جيد مثل هيك لازم تكون. ممكن وضع التوابل الكعك او الهيل او القرفة حسب الذوق. انا استخدمت ملعقة صغيرة من القرفة. ممكن وضع ملعقة كبيرة من السمسم الني. نخلط المكونات مع بعض. سأوضع جميع المكونات على الشاشة اذا كنتم بحاجة لالتقاط صورة للمكونات. من الممكن استخدام اي قالب متاح عندكم. الموضوع كتير بسيط وكتير سهل. ممكن وضع الحشوة، حشوة التمر او المكسرات، او المكسرات مع العجوة التمر. الحشوة حسب ذوقكم انتم. انا حفرجيكم حعمل اكتر من شغلة، وانتم دائما ممكن تضعفوا الكمية حسب احتياجكم. ممكن نوضع مكسرات لوحدة، ولكن افضل اشي التمر مع المكسرات. نخربط المكسرات مع التمر مثل هيك ونحشيها، هو افضل اشي. بنقوم بتشغيل الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية المدة 15 دقيقة. يجب مراقبتها، يختلف من فرن لفرن. وهذه هي المكونات. نتركها حتى تبرد. هيك أصبحت جاهزة للتقديم. أفرجيكم كيف من الداخل، كثير هي روعة. يجب دائما عليكم تتأكدوا من المكونات بتناسب نظامكم الغذائي أو الوضع الصحي. لا يوجد وصفة أو مكونات بتناسب جميع الأشخاص. شايفين كيف من الداخل كتير هي روعة ومميزة. خلينا نتذوقها. بصراحة الطعم أكثر من روعة. أتمنى أن أنتم تجربوه، تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأنه رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى اشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل، منشان يوصلكم كل جديد. كل عام وأنتم بألف خير. في أمان الله.